الإبقاء على ميتشو دلوقتي مهم؟ مهم جدا طبعا، لازم يبقى موجود ويكمل ويعرف او ياخد الاحساس، او احنا لازم نديله احساس كاداره ان هو مستمر لنهايه الموسم ايا كانت النتائج. لكن احنا لو اشتغلنا بالقطعه كده عمرنا ما هنوصل لاي حل، وعمرنا ما هناخد بطوله. السنه اللي فاتت كروس كمل الموسم حصل على بطولتين، ولو كان كمل للموسم التالي كان هيبقى افضل، وكان هيبقى اللعيبه كان هو يبقى حافظ اللعيبه اكتر، كان هيبقى مع اللعيبه افضل، كان هيجيب العناصر اللي هو محتاجها افضل، كان هيبقى عارف الدنيا ماشيه ازاي، حفظ النادي، حفظ المكان. انا كنت اتمنى ان جروس يكمل، ولكن ميتشو موجود يبقى لازم نبقى عليه لنهايه الموسم. احنا السنه اللي فاتت لازارتي في النادي الاهلي فضل بيأدي وحش، وشكل النادي الاهلي كان سيء، والدنيا كانت صعبه، فضل مكمل لحد ما خد بطوله الدوري وخد بطوله السوبر. لكن احنا لازم 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 نستقر بالجهاز الفني بتاعنا، ما نقعدش كل شويه ما قاعدينه على الكرسي، والكرسي عمالين نهز في الكرسي كل شويه، وعمالين هيمشي الماتش الجاي اخر فرصه اخر. ما فيش مدرب يشتغل تحت الضغط ده. لازم المدير الفني يركز في شغله برضه، هو ما يقعدش مفكر انا لو كسبت همشي او لو خسرت همشي، لا، لازم يبقى في استقرار، لازم يبقى في استقرار. اللاعب لازم يبقى عارف ان المدير الفني ده موجود لنهايه الموسم، ما يبقاش لو خسر ماتش هيمشي. اللاعب بيبدا يفقد الثقه في مدربه، بيفقد الثقه في المكان، بيفقد الثقه في المنظومه ككل، فبيبدا يتراخي، بيبدا يعني نفسيا بيقل، بدنيا ما بيحطش في دماغه ان هو يؤدي بقوه لا يعني كده كده المدير الفني هيمشي، فهيجي مدير فني جديد، هبدا اركز مع المدير الفني الجديد. مش عايزين ندخل في هذه الدوامه. لعيبه نادي الزمالك على اعلى مستوى، لعيبه كويسه جدا، لعيبه فنيا يعني افضل من السنه اللي من الموسم اللي فات بكتير، لكن لازم اللعيبه لوحدها او الكواليتي بتاع اللعيبه لوحدها مش هو الفيصل في البطولات. الفيصل في البطولات الروح والاداء والفنيات واللمه اللي تبقى موجوده بين اللعيبه.